طيب في البدايه مبروك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي الفوز الكبير والمهم جدا في بطوله كاس مصر لكره السله بالامس على نادي الزمالك النادي الكبير والكيان المحترم، ومباراه كانت كبيره قوي ولاعيبه النادي الاهلي قدموا مباراه اكثر من رائعه وشيء كان مميز، والمباراه كانت مثيره في كل الاحوال. طالما قمه اهلي وزمالك في اي لعبه من الالعاب بتبقى المباريات ايه؟ قويه. حلو. الاهلي فاز والحمد لله تأهل للدور المقبل في بطولة كأس مصر، واحنا عندنا في الحقيقة فريق مميز جدا من كرة السلة، وقدروا ان هم السنة دي بالتحديد النادي الأهلي ان هو يكون مجموعة من اللاعبين المميزين. فبالتالي ده واضح من خلال مباراة الأمس اللي من خلالها النادي الأهلي تأهل لدور الثمانية. فبالتالي مبروك لنادي الأهلي، مبروك لجمهوره، مبروك للجهاز الفني واللاعبين. لكن الجزئية اللي احنا عايزين نتكلم فيها وهو فيما بعد المباراة، لقطة حصلت لقطة عادية جدا لما لاعب إيهاب أمين مثلا لاعب النادي الأهلي يحط الكرة ما بين رجل لاعب الزمالك. إيه المشكلة في كده؟ إيه الكارثة في كده؟ ليه يحصل الأزمة والخناقة والمنظر اللي إحنا شفناه ده؟ هل المتعة دلوقتي بقت غلط؟ يعني إن أنت دلوقتي كلاعب عايز تمتع الجمهور مثلا مثلا، وعلى فكرة إحنا مش بنتكلم بقى هنا إيه؟ أصل ده النادي الأهلي وأصل اللي دخل فيه الكوبري ده أو الكرة عدت ما بين رجله ده لعيب في نادي الزمالك، لأ. انسى دلوقتي الاسماء، انسى الانديه، مش بنتكلم فيها. احنا بنتكلم في اخلاق، بنتكلم في امور بتعطل الرياضه في مصر. للاسف للاسف اللي بيحصل ده او اللي حصل امبارح ده ناتج عن شحن، شحن ازاي؟ شحن من تصريحات مسؤولين. لما مسؤولين يطلعوا يتكلموا بطريقه غير لائقه، فبالتالي لعيبه النادي ده او اللعيبه اللي بيبقى مسؤول عنهم مسؤول من المسؤولين يعني بيتأثروا بهذا الشحن، فبالتالي بيبقى ده الناتج الطبيعي جدا من عن تصرفات يعني. فللأسف اللي حصل امبارح ده شيء ما كانش ليه أي لازمة خالص، ومش معنى إن مثلا لعيب عمل مهارة معينة إن تحصل كل الخناقة دي، لأن ده دي حاجة في الكورة يعني، في الكورة أي لعبة يعني، حاجة في أي لعبة لما يكون في مهارة معينة بتنفذها في أي لعبة، عدت الكورة بين رجليه، الكورة من فوق دماغه، من جنبه، من أي حاجة، كل ده طبيعي وكل ده عادي. دي اللقطة. بص بقى، بص اللي حصل ايه. ده الكوبري، هو الكوبري بصراحة حلو وممتع بصراحة يعني، عشان نتكلم كده ايه من غير اي تريقة او حاجة، لان احنا طريقتنا احنا مش بتوع قصف جبهات يا جماعة، احنا قلنا لحضراتكم الكلام ده من الاول، احنا بنحلل امر حصل يعني. الكوبري جميل، مهارة رائعة، وما فيهاش اي مشكلة ان انت تعمل مهارات في الملعب وتمتع الجماهير وتمتع الناس تتفرج والمشاهدين وكلام من ده. لكن ما بعد الكوبري كفاية بقى بيبو، كفايه الكوبري، لان ممكن البعض يقول لك يفتكر ايه ان احنا عمالين ونعيد في اللعبه دي. لا، احنا مش عايزين الاتجاه ده، مش ده الاتجاه بتاعنا. ده بقى بعد الكوبري ايه اللي حصل؟ بص اللاعب اللي هو الاصلع ده اللي في نادي الزمالك وبعض اللاعبين راحوا وراه ويتخانقوا مع لعيبه النادي الاهلي اللي هم المفروض كلهم زمايل في منتخب مصر لكره السله، تمام؟ ايه اللي ليه يعني كل ده عشان مره حصلت؟ ايه الغل ده؟ ايه الشحن ده؟ انا انسى اسماء الانديه دلوقتي، احنا بنتكلم في رياضة، ده تنافس يا جماعة. ما هو ياما الزمالك كسب الأهلي في كرة السلة، وياما الأهلي كسب الزمالك في كرة السلة، عشان لعبة زي دي يحصل خناقة؟ هو ده اللي احنا مستنيينه؟ هو ده اللي احنا عمالين بنتكلم وبننبح صوتنا على مدار الأسابيع والشهور والسنوات الماضية؟ إن يا جماعة عايزين بقى الجمهور يرجع للمدرجات، الواضح إن الناس نفسها اللعيبة دول المفروض مسؤولين عن تصرفاتهم. أنتوا بطريقتكم كده أنتوا بتعطلوا عودة الجماهير للمدرجات. بالمناسبة انا عايز اشيد كل الاشاده بجمهور النادي الاهلي اللي هم كانوا موجودين امبارح، اللي هم اعضاء النادي الاهلي، وكان طبقا اللي تم الاتفاق عليه 50 من هنا و50 من هنا، 50 فرد من الاهلي و50 فرد من الزمالك هم اللي يحضروا المباراه، تمام؟ والقرعه هي اللي جابت ان المباراه تبقى في النادي الاهلي، في صاله النادي الاهلي في الجزيره. فانا عايز اشيد بجمهور النادي الاهلي اللي ما انجرش لكل الاستفزازات، لان في الحقيقه كلنا طبعا كلكم اتفرجتوا على بعض الفيديوهات من امبارح من بعد المباراة على طول، وفيديوهات غير لائقة اطلاقا وطريقة وكلام يعني للأسف للأسف محتاج تصرف ورد فعل مناسب من الاتحاد المصري لكرة السلة. لازم احنا مستنيين منهم. بص ايه الضرب ده؟ في ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ ليه كل ده عشان كوبري؟ كل ده عشان وكراسي ومش كراسي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ هو ده اللي احنا عايزينه؟ هو ده مستقبل الرياضه في مصر؟
ما كل الحاجات دي بتدي انطباعات عند الجهات الامنيه بقى، واللي احنا كنا بنحاول نقول لهم نتحايل عليهم يا جماعه رجعوا لنا الجمهور المدرجات، دلوقتي هنطلب بانهي يعني شكل، يعني هنطلب ازاي؟ بانهي وش؟ هنقول للناس رجعوا لنا الجمهور المدرجات. لما لاعب زي ده مثلا عمال بيجري، مع كل الاحترام لكل الشخصيات، لكن التصرف ده ما حدش يحترم التصرفات دي اطلاقا خالص، ما فيهاش نقاش يعني. ايا كان اللي حصل، ليه التصرف ده؟ ممكن تتحدى، اه ممكن تقول طب ماشي الماتش الجاي لما لعبك اما قابلك في الدوري هنشوف هنعمل ايه الكلام من ده، كل ده امر تنافسي ما فيهوش اي مشكله. لكن انت عشان خاطر واحد عدى الكوره ما بين رجليك او ما بين رجلين زميلك في الملعب في لقطه مهاريه رائعه الناس كلها اهلاوي وزملكاوي اتمتع بيها، لعبه حلوه، تروح عامل كل ده؟ ففي الحقيقه الموضوع غريب جدا، موضوع غريب جدا، وما كناش نتمنى ان احنا نشوف المشهد ده اطلاقا. ليه يا ابن الحماس ده؟ ليه ليه كده؟ التنافس في الملعب بس، التنافس يا حبيبي في الملعب بس، اللي انت بتعمله ده يعني ده شكلك انت اللي وحش. انت لما جريت كده بتعتدي على لعيبه النادي الاهلي او بتعتدي على اي من غير اسماء برضه عشان ابقى برضه عند نفس كلامي، بتعتدي على زمايلك اللي المفروض معاك في منتخب مصر، دي صورتك انت اللي سيئه جدا. حاجة غريبة، أنت لا بتحترم مجلس إدارتك، تمام؟ اللي عمل التصرف ده ما بيحترمش مجلس إدارته، ما بيحترمش جماهير ناديه، ما بيحترمش المكان اللي هو فيه، ما بيحترمش زمايله سواء في فرقته أو في الفرقة المنافسة. فللأسف شيء سيء جدا. إحنا في الحقيقة في انتظار قرارات رادعة من اتحاد كرة السلة بعد هذا المشهد اللي ما كناش نتمنى إن إحنا نشوفه إطلاقا في ملاعبنا. لازم يبقى في قرارات رادعه، طبعا مراقب المباراه بيعمل تقرير والتقرير اكيد هيتسلم خلال ساعات، وبعد كده يبقى في قرارات. عايزين نشوف القرارات دي هتبقى ايه؟ لان لازم يكون حزم، في حزم في القرارات دي، لازم في عقوبات رادعه على اللي اتسبب. وبالمناسبه عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنتكلم على ان الزمالك هو اللي لازم يتعاقب وكلام من ده. مجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي من نفسه، من نفسه لو لقى حد اخطا او لقى حد عمل مشكله كبيره في المشهد ده هيعاقبه من غير ما تفكر. وفي مناسبات قبل كده حصل فيها الجزئيه دي، يعني مثلا عندك تنس الطاوله البطوله العربيه اللي كانت في المغرب، اتنين لعيبه اتخانقوا مع بعض اترحلوا على مصر وكسبنا البطوله برضه، النادي الاهلي كسب البطوله بس برضه، تمام. كره الماء والاهلي شطب فيها بعض اللاعبين والازمه اللي كانت حصلت والمشكله والخناقه اللي كانت حصلت، فالاهلي من نفسه بيشوف مين اخطا من عنده من جواه وهيحاسبه. مسؤول بقى امن مثلا، مسؤول او لعيب او جهاز فني، الاهلي بيتصرف في الحاجات دي. لكن احنا في انتظار بقى النادي الاخر هيعمل ايه؟ هيعاقب لعيبته ازاي؟ ولا هيطلع يدافع عنهم؟ لو طلع دافع عنهم يبقى هو بقى عاجبه الكلام ده وبيأكد الكلام اللي بيتقال عليه في الحقيقه. فلازم في عقوبات رادعه من الاتحاد المصري لكره السله. وانا عاجبني قوي جمهور النادي الاهلي وهعيدها وازيدها، لان كان ممكن امبارح تحصل كارثه. طب افرض مثلا كان الصاله مملوءه على الاخر، يعني ناس كتير جدا موجودين من هنا ومن هنا، لو ممتلئه على الاخر كان ايه اللي ممكن يحصل؟ بعدين ايه الصاله على الملعب على طول؟ ما فيش ولا حواجز ولا بتاع. انا عارف ان الجماهير جماهير محترمه كلها سواء اهلي او زمالك، لكن في نفس الوقت انت لما تشوف لعيبتك بتعمل كده انت كمان هتسخن غصب عنك، هيجي لك فرصه تنزل الملعب، ممكن تنزل، كل واحد حسب بقى شخصيته وحسب دماغه وعقليته يعني. فانت مش ضامن، مش ضامن كل واحد ممكن يعمل ايه، فما بالك لو كان الملعب مملوء عن اخره، يعني كان ايه اللي ممكن ننتظره؟ كان ايه اللي ممكن نشوفه؟ كارثه ثانيه؟ لا طبعا احنا مش مساعدين لاي كوارث اخرى بصراحه. احنا المفروض بنساعد الدوله على عوده الرياضه بشكل كويس وبشكل طبيعي زي ما كانت قبل كده. لكن لما الدوله نفسها والمسؤولين في الدوله يشوفوا المنظر ده، طب هتلومهم على ايه بعد كده؟ او هتقول لهم يا جماعه والنبي رجعوا لنا الجمهور ازاي؟ طب ما اللاعب نفسه مش مسؤول عن تصرفاته. فهنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه، لان المنظر في الحقيقه كان سيء جدا. اتكلمنا في الازمه دي وفي الجزئيه دي، واكيد هيبقى في كلام اكتر كمان مع كابتن خالد العوضي في حلقه العاب الصالات بعدينا، وهتشوفوا بعض اللقطات كمان المهمه وبعض اللقاءات مع لاعبي والجهاز الفني للنادي الاهلي بعد انتهاء هذه المباراه. نتمنى الامر ده ما يتكررش مره ثانيه، ونتمنى ان احنا نشوف قرارات حاسمه من الاتحاد المصري لكرة السلة بدون التحيز لأي طرف من الأطراف،
لو الزمالك غلط في حاجه عاقبه، لو الاهلي غلط في حاجه عاقبه. احنا بنقول لكم من هنا من خلال قناه النادي الاهلي، عاقب اللي غلط عاقبه. لكن واضح، خلي بالك واضح مين اللي ابتدى بالاعتداء. هتقول لي اصل لعيب النادي الاهلي هي مرر الكره من ما بين رجل لعيب نادي الزمالك، هو ده اعتداء ولا دي مهاره ولا ده دي لقطه ممتعه في الكوره، في كره السله، ولو حصلت في كره القدم، لو مثلا بنشبهها بكره القدم، ميسي كل يوم بيحط كوبري في لعيب كل يوم ما عندوش مشكله. هل بتشوف بقى لعيب الفرقه الثانيه بيجري عليه وازاي تعمل فيا كده وازاي تهني ومش عارف؟ ده بواتنج بتاع بايرن، ميسي رقصه ترقيصه لغايه دلوقتي الناس بتتريق عليه في تشامبيونز ليج من كام سنه، لما ثبته وراح لامم وحط الكوره والولد وقع على ظهره ورجله اتثبتت وقع خلاص. هل قام مسك في ميسي؟ هل قام اتخانق معاه؟ انا بجيب المثل، يعني المثال اللي احنا بنتابعه او الاغلبيه بيتابعوا كره القدم وفي اوروبا كمان. فمش ازمه يعني، مش دي القصه اللي يحصل عليها المشكله دي كلها يعني. فاللي ابتدى بالاعتداء هو او هم لعيبه نادي الزمالك. لازم برضو الاتحاد المصري لكره السله ومراقب للمباراه، واللي اكيد احنا كلنا ثقه فيه وثقه في قرارات الاتحاد المصري لكره السله، يراعي كل هذه الامور. مين اللي ابتدى؟ مين اللي افتعل الازمه؟ وتبتدي بقى تاخد عقوباتك، واحنا واثقين فيكم كل الثقه، وهنشوف الامور هتخلص على ايه باذن الله. نتمنى ان ده ما يتكررش تاني في ملاعبنا خالص، لا من اهلي ولا من زمالك ولا اسماعيلي ولا من اي فرقه في اي لعبه من الالعاب. لان يا جماعه احنا كده بنعطل نفسنا جامد قوي في الرياضه المصريه للاسف. واحنا عندنا مواهب كبيره وامكانيات عظيمه وبنيه تحتيه مفيش احسن منها، وفي مسانده من الدوله ومن وزاره الشباب والرياضه وفي كل الامور، الناس كلها عايزه تساعد على ان الحياه الطبيعيه ترجع للملاعب بالشكل المطلوب يعني. لكن احنا كده بنعطلها. احنا كمين؟ كنا قبل كده بنتكلم على الجمهور، دلوقتي بنتكلم على اللعيبه وتصرفاتهم. هم مش قد المسؤوليه للاسف الشديد.